عليك. اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة شوف تي في مرة اخرى في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء، ومعنا اليوم حليم ميك اب ارتيست معروف، صديق بزاف ديال الفنانة، صديق ايضا نرجس الحلاق اللي كان مؤخرا حضر معها الحفل اللي كانت قامت به. بزاف ديال الناس كانوا كيطرحوا تساؤلات على الحملة ديال الانتقادات اللي كانت ضد جواد قنانة، لكن كان استثناء وان حليم ما دخلش معاهم في هذه الحملة. اليوم غادي يقول لنا شنو السبب، لكن قبل غيهضر لنا شويه على راسو. شكون هو حليم؟ اش كدير؟ السلام عليكم. لا مرحبا بكم. حليم بركات، ميك اب ارتست ومعروف ميك اب ارتست المشاهير، واليوم ان شاء الله عندنا شوتين مع الفنانه الصعيده. انت اللي ماكيتي الاكرام الفلاني ما شاء الله. الفنانه لون عبديه شعر ومكياج من اناميلي وتنكف نبرات. تبارك الله عليك. واخا قولي شكون هما الفنانه اللي ماكيتي ليهم خدمتي معاهم؟ تبارك الله، الفنانه كاينين بزاف، منهم سلمى رشيد، لطيفه رافات، ليلى البراق، يعني فنانه كبار في الساحه الفنيه. بزاف الفنانه باش ما ننساش شي واحد. واخا نهضروا شويه على الدومين ديالك قبل ما نمشيو للنقطه اللي الاساسيه. شنو المشاكل اللي كتلقى في هذا الدومين؟ صراحه ما كاينش مشاكل. اي دومين عنده صعوبات ديالو، اي دومين فيه الحوايج السلبيه والايجابيه. بين الحوايج زعما السلبيه ما كاينش الصراحه بزاف، الحمد لله في هذا المجال ديال الميكاب ولات واحد المنافسه قويه تبارك الله. راه بزاف كل واحد صراحه باش كيتميز، لا بالنسبه للمكياج لا بالنسبه كيفاش غادي يشق طريقه. فوالا، كل واحد غادي على الخطه ديالو. واخا شحال ديال المده وانت في هذا الدومين؟ المده ديال الدخول الى هذا المجال، انا قبل كانوا مقبلين باصغر الميكاب ارتيست لانني دخلت على السن ديال 14 سنه. 14 سنه وتلاحيتي الى الدومين تبارك الله. ودابا الحمد لله 23 سنه، يعني واحد المده. واخا انتيا في الاول فاش بديتي واش كانت هوايه انك دير المكياج ولا؟ اكيد هذا المجال ديال المكياج فهو بحال الرسم، الا ما كنتيش هاويه ما غاديش تعطي فيه. لا ضروري الهوايه قبل ما تخدم، يعني هوايه قبل. اكيد الا حيت في هذا الدومين سيرتو في هذا الدومين الا ما عطيتيش فيه ما غاديش يعطيك، يعني خاصها تكون هوايه عاد تقدر تولي مهنه. مقبل على هذا الدومين خاص تكون عنده هوايه، ما يجيش يقول حقا راني نولي ميك اب ارتيست غير باش نشد الفلوس. لا، تكون هاوي باش تعطي فيها، باش تقدر انك تطلع تبارك الله بحال اكرام الفلاليه. فيقي معنا شويه. معاكم. واخا كيفاش تعرفتي على الفنانه الصاعده ديالنا؟ كيفاش دونك بالنسبه للفنانه اكرام الفلاليه كانت مسابقه بروبوز عليا انني نكون في مسابقه ملكه الجمال اطلس، اللي هي هذيك التجربه خديتها ثالث مره، وكان داك الكاستينغ وكانت مشاركه اكرام جايه ضيفه انها تغني. فسمعت صوتها وامنت به، قلت لها زعما علاش تبارك الله صوتك زوين وانت كشكل وصوت علاش زعما ما خرجتش للساحه؟ قالت لي بعد الظروف انا عاد باديه. فقلت لها انا في جنبك زعما اللي قديت عليه انني نعاونها ونسندها، يعني برافو عليك، سواء بالمعرف ديالي سواء بالمتابعين ديالي بوغكوا با. واليوم قررنا اننا نديرو شوتينغ سبيسيال وتكون بعد المنابر، يعني برافو عليك، زوينه بحال كنشوفوا شباب أكيد لأن كل واحد من مجال ويتعاونوا مع بعضياتهم باش يقدروا يوصلوا لهم شي حاجه زوينه. أكيد يعاون شي، علاش لا؟ وتبارك الله هي ما نحتاجش نعاونها، صوتها راه موصله. أكيد صوتها زوين، يعني ما كاين حتى حاجة أخرى خبيتوها على شوف تي في هكا. عندك نعرفوا شي حاجة أخرى من بعد. واخا فين 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 تقدروا تشوفوا راسكم من هنا لقدام أنت و يعني كله في الدومين ديالو، لكن متعاونين يعني راه اكرام ما تقدرش تطلع تغني بلا مكياج. نتمنى ان شاء الله نشوفها بين الفنانات اللي واصلين للساحه الفنيه، وحتى هي فرض اسمها سواء في المغرب ولا خارج الوطن العربي كامل. نتمنى سواء معايا ولا مع غيري، نتمنى لها التوفيق والتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. واخا ندوزو للحفل اللي كنتي حضرتي ليه ديال الفنانه نرجس الحلاق، شنو وقع؟ عاود لينا شنو وقع على المكياج. اول حاجه كانت الدعوه ديالي عند صديقتي نرجس الحلاق انني نحضر في السبوع ديالها. كانوا انا حسيت كانت التساؤلات علاش ماشي انت اللي ماكيتي لها،
يعني الصديقة ديالك وهذا علاش ماشي انت؟ الصديقة ديالي ما كيت لها ماشي مرة ماشي جوج، هو علاش ما كيت لهاش؟ لأن الأسبوع كامل كان من تنظيم نبقى فامونيا رمسيس وكذلك جواد قنانة، فهما اللي منظمين ذاك الحدث لأنه بغرض الكولوبوغاسيون، فهما اللي منظمينه فأكيد هو غادي ماكيلا. وعندي عادي بالعكس كيما ماكيلا جواد كيغيرو بالعكس يعني بحال بحال كاملين ميكاب ارتيست وكنشرفو. علاش انت ما انتقدتيش الماكياج ديال جواد قنانة؟ ما غاديش ننتقد لان ستيلو هكاك ماكياجو هي كان عاجبها الحال، فما غاديش مادام انها هي عاجبها الحال انا تعليقي ما غاديش يزيد. نقدروا نعرفوا الراي ديالك؟ الصراحه ما كنشوف انا ماكياج كان زوين، ماشي زعما شي ماكياج خايب يستاهل داك التجاعات يعني، غير بغاو يهضروا صافي. شوف كل واحد وكيفاش شاف داك الماكياج، كل واحد ورايه، كل واحد داك الدجاجه تقدر تنزل عليا انا شي نهار، تقدر تنزل عليا داكشي علاش ما دخلتيش فيها. حاضي راسك. لا ماشي حاضي راسي، انا الحمد لله ما كيت لها ماشي مره ماشي جوج، وكان الاطلاله ديالها نالت الاعجاب الجميع فوالا. تبارك الله عليك. شنو تبغي تقول للجمهور اللي كيتابعك والناس ديالك اللي كتماكي ليهم والفنانه اصدقائك؟ اول حاجه شكرا لشوف تي في اللي ديما مواكب انا، وتحيه لكاع لي فان ديال حليم بركات، وشكرا على الاستضافه. تبارك الله عليك خويا حليم، الله يكمل عليك بالخير. تبارك الله عليك فنانة ديالنا، رافقتينا مرة أخرى في المباشر. إذا انت لنا مشاهدي قناة شوف تيفي، غادي نودعكم حتى نلقاكم في المباشر آخر إن شاء الله.